أهلا بكم في درس جديد لتعلم الجافا سكريبت. سوف نقوم في هذا الدرس بدمج الجافا سكريبت مع ال HTML بحيث نقوم بكتابة تاجات ونقوم بتحفيزها وتضمين إيفنتس فيها لجعلها أكثر تفاعلية مع المستخدم من خلال هذه الوظائف التي تكتسبها بواسطة الجافا سكريبت. لقيام هذا الدمج والحديث عن الإيفنتس التي نستخدمها بواسطة الجافا سكريبت، دعوني أولا أقوم بإنشاء بنية بسيطة في ال HTML. لإنشائها باستخدام ال Visual Studio Code نقوم باستخدام الاختصار ال Exclamation Mark إشارة التعجب ومن ثم تاب، فيتولد لدي هذا السكريبت البسيط لنقول هنا الدرس 17، وهنا أقوم بإنشاء بنية بسيطة ليقول tag div. سوف أقوم بإنشاء حلقات متداخلة وأقوم بإكساب كل منها event خاص بها. هذه الحلقة الأولى، دعوني أقوم بإنشاء class خاص بها مثلا في المستوى الأول، ومن ثم أنتقل إلى المستوى الداخلي لنقول هنا level 2، وهنا لدي level 3 مثلا. دعوني أقوم بإنشاء بعض الستايل وبعض السمات الخاصة لهذه الطبقات لتمييزها عن غيرها أثناء العرض. أقوم بإنشاء الستايل هنا ضمن تاج الهيد وأقول ستايل. لنبدأ أولا بالديف. بما أنني أود إنشاء حلقات، فيجب أن يكون البوردر راديوس 50%، وقد تعلمنا ذلك من خلال دورة CSS. فأقول هنا border radius 50%. أما بالنسبة لتمييز هذه الطبقات عن بعضها، سوف أقوم بإكساب كل منها لون خاص. لنقول هنا مثلا لاستدعاء الكلاس أقوم بوضع point ومن ثم اسم الكلاس، مثلا level 1 نقول هنا background color مثلا اللون الأحمر، وبشكل مشابه أقوم بكتابة هذا على المستويات التالية. مثلا المستوى الثاني اللون الأخضر، والمستوى الثالث اللون الأزرق. دعوني أقوم بإضافة أيضا بعض الإحداثيات التي تعبر عن العرض والارتفاع. فهنا لنبدأ بالمستوى الأول الطبقة الخارجية، لنقول لدي عرض مثلا 500 بكسل إضافة لارتفاع 500 بكسل. أما بالنسبة للطبقات الداخلية فهي أولا علي الاهتمام بموقعها، فأقول الposition خاص بها relative، أي أنه يعتمد ويستند إلى الموقع الخاص بالparent بالأب والذي هو level 1، وسوف أقوم بجعلها أصغر من هذا المستوى لكي أستطيع رؤية هذا المستوى إلى جانب المستوى الداخلي. فأقول هنا العرض 70%، أي 70% استنادا لهذه المساحة، وهنا أيضا الارتفاع 70%. بشكل مشابه أقوم بنسخ هذه ووضعها هنا، والتي سوف تكون ملتب استنادا للأب والذي هو الparent 2. لنرى الآن النتيجة، وهنا لست بحاجة لتفعيل أي local host، فهي front end تعمل بشكل مباشر على البراوزر. لنرى، أقوم بالتحديث بهذا الشكل. الآن أود التحسين على هذا الرسم وجعلها أكثر تناسقا، بحيث أقوم بجعلها متحدة في المركز وأقوم بوضعها في المنتصف. للقيام بذلك هنا في الديف أقوم بجعل المارجن أوتو. لنرى بهذا الشكل جيد، ولجعلها متحدة المركز هنا أجعل الديسبلاي الخاص بها فيكس بهذا الشكل. وأيضا من الجيد إذا قمت بجعل بوردر لتمييزها عن بعضها، فهنا أقول بوردر مثلا 3 بكسل
solid لا. قم بالتحديد بهذا الشكل. هنا لدي هذه البنية ولكن ليست تفاعلية، فلا يوجد أي أحداث ولا إيفنت تتضمنها وتتفاعل مع المستخدم من خلالها. لذلك سوف أقوم باستخدام الجافا سكريبت للقيام بذلك. هنا أذهب مثلا بعد كتابة هذه البنية أقوم بإنشاء تاج سكريبت، ولكي أستطيع الوصول إلى هذه العناصر أستطيع إنشاء متحولات لنقول let مثلا level 1 وهو يساوي document ومن ثم get element by، ولدي عدة خيارات إما اسمه اسم التاج بشكل مباشر أو ال ID لدينا أيضا أعتقد هي get element by ID وأيضا get element by class. وبما أنني هنا قمت بتعريف class فسوف أقوم باستخدام هذه المثل، ونرى هنا أنها elements أي يجب علي تحديد element من هذه elements فهي مصفوفة وعلي استخدام index معين لتعيين العنصر المراد. هنا أولا أقوم بتعيين اسم class مثلا level 1 أي هذا التاج، وهنا أحدد الاندكس الأول وأحصل بذلك على هذا الكلاس ضمن هذا المتحول. هنا لنقول level 1 لإضافة event وحدث أقوم باستخدام add event listener، وهنا أقوم بتعيين اسم الايفنت الخاص بي ومن ثم الفانكشن الذي أود استخدامه خلال هذا الإيفنت. فإذا قلنا مثلا لنقول كليك وهنا الفانكشن لنقول مثلا إيفنت تارجت ستايل، وهنا أستطيع استخدام هذا التابع أو أيضا التابع السهم الذي تعلمناه في المحاضرات السابقة. فهنا مثلا قوم باستخدام مثلا الـ background والتي ترمز إلى اللون في الخلفية مثلا لنقول white. لنرى الآن قم بتحديد، إذا ضغطت على هذه جيد أي لكي يتم الحدث علي الضغط ومن ثم رفع الزر فيتلون هذا باللون الأبيض. هناك events أخرى تستطيع أيضا استخدامها وتضمينها وتتفاعل مع الماوس، فمثلا من الإيفنتس دعوني أقوم بكتابتها، لدي ماوس أب بحيث إذا رفعت الزر عن الماوس، ولدي أيضا ماوس داون في حال الضغط باستخدام الماوس، وأيضا لدي كليك، وأيضا لدي أعتقد دبل كليك، ولدي أيضا ماوس إنتر في حال دخلت المجال، وأعتقد أيضا ماوس أوت وماوس أوفر وغيرها. نقوم الآن بتطبيق بعضها. إذا قلنا ماوس إنتر وقلنا هنا يلو، فنرى الآن إذا قمت بالتحديد مجرد الدخول لهذا المجال سوف تتلون باللون الأصفر بهذا الشكل، ولكن سوف تبقى صفراء ويختفي اللون في حال قمت بالتحديد. أود الآن القيام بتفاعل أكثر بحيث إذا دخلت إليها تلون باللون الأصفر وإذا خرجت تعود للون الأحمر. قم بذلك من خلال تعريف إيفنت آخر هنا لنقول، دعني أقوم ب كتابتها بالنصب الصحيح، نقول هنا ماوس out وأقوم بعمل reset لهذا الكلام فيعود للون الأصلي. هنا إذا دخلت إلى هذا المجال يتلون باللون الأصفر وإذا خرجت يعود للون الأحمر بهذا الشكل. أما باقي الحلقات فلا تتلون لأن الإيفنت خاص بهذه الطبقة الأخيرة. لذلك
دعوني أقوم بإنشاء إيفنتس بكل من هذه الطبقات، إما أن أقوم بذلك بشكل يدوي أو أقوم باستخدام الحلقة اللوب للسير على كل منها وتضمينها بشكل جماعي. كيف ذلك؟ دعوني هنا أقوم بإنشاء متحولات لجلب هذه الطبقات، مثلا Level 2 Level 3 2 3 وفقا لاسم الكلاس. جيد، هنا بعدها سوف أقوم بإنشاء Array مثلا Levels وأقوم بتضمين هذه الليفل بهذا الشكل، واستنادا لهذه الأري تستطيع استخدام Levels for each بهذا الشكل. فاستنادا لكل مستوى أقوم هنا بإضافة هذه الإيفنت، دعوني أقوم بقصها وإضافتها هنا، ولكني سوف أقوم بتحسين النسق بهذا الشكل. جيد، هنا أقوم بوضع level. بهذه الحالة سوف أقوم بتضمين هذه الإيفنتس على جميع هذه الطبقات بهذا الشكل، ولا ننسى أن نجعل هذه مباشرة مع الليفلز. لنرى الآن، أقوم بالتحديد بهذا الشكل. جيد، طبعا أستطيع كما قلنا استخدام إيفنتس معينة، مثلا الدبل كليك، أعتقد هذه تصحيحا لها، دبل كليك يجب أن تكون هكذا. فإذا قمنا باستخدامها لنرى الآن، قم بالتحديد. إذا ضغطت مرتين نرى كيف تتلون اللون الأصفر. جيد، وأيضا إذا قلنا مثلا ماوس داون وقلنا هنا gray وقمنا بإضافة حدث آخر مثلا قلنا أنه ماوس أب وقمنا بتلوينه باللون مثلا النهدي. لنرى الآن، عند الضغط تلون باللون الرمادي، وعند الانتهاء من الضغط ورفع الزر تلون باللون الأرجواني النهدي بهذا الشكل. فنرى هنا التفاعلات كيف تتشكل استنادا لهذه الإيفنتس ولوظائفها الخاصة. هذه كانت لمحة بسيطة وبعض الأمثلة السريعة عن كيفية دمج الجافا سكريبت مع الـ HTML وتضمين إيفنتس وأحداث في هذه التاجز لجعلها أكثر تفاعلية مع المستخدم. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.